حراسه المرمى شناوي اهلي، باك يمين بكار بيراميدز، اثنين قلبي دفاع محمود علاء الزمالك، ممكن يكون جبر كمان يخش مع البيراميدز، في باك شمال محمد حمدي بيراميدز، اثنين ديفندر طارق حامد ودونجا بيراميدز برضو من اللعيبه الواعده، قدامهم صالح جمعه، على شمالهم رمضان صبحي، على يمينهم امام عاشور، وقدام مصطفى محمد.